كمان من ضمن الحاجات السلبية في لاعبي النادي الأهلي، بعيد بقى على الفنيات، انا اتكلمت في كل الامور اللي احنا نعدل منها، لان دي حاجات لما نعدل منها هتبقى ايجابيه في صالحنا. ما ينفعش النهارده قرار واثنين وثلاثه من الحكم، للامانه ما شفت، انا ما بقولش ان انت تروح تهاجم الحكم وتاخد انذار، لكن احنا طيبين قوي ليه؟ احنا طيبين قوي ومؤدبين قوي. عالم كره القدم اروح شريف اكرامي كابتن الفريق اكيد مش هيقدر يسيب مرماه، لكن اروح ثلاث اربع لعيبه في خطا باين وواضح اللي هو مش خطا، اروح اربع لاعبين احط ايدي ورا ظهري اوصل له المسج اللي انا بعترض باخلاقياتنا اكيد، لكن بعترض واحد واثنين وثلاثه وايدي ورا ظهري، اللعبه اللي بعدها اكيد مش هيقدر ياخد قرار ضدي بالشكل ده، لكن بشوف اللي احنا طيبين جدا جدا وفي مباراه نهائيه يا جماعه. بالمناسبة أنا طبعا عشان اللاعب يهاجم اللاعب ده مش هجوم، دي نصيحة. ما ينفعش أبقى طيب في نهائي وبلاعب فريق شرس، لما تروح له على ملعبه هتشوفوا الشراسة اللي أنا بقولها. لو الحكم أخد قرار ضد هتلاقي الجماهير وستة سبعة، لكن الجماهير عمالة تعترض على الحكم في المدرج وأنت اللي في الملعب، ضربة جزاء صحيحة للأهلي ولا لاعب يروح للحكم ولا لاعب، اصل دي حاجات مش محتاجه تعليمات، محتاجه خبره جوه الملعب. انتوا عارفين لقطتين شفتهم ورجعوا للمباراه، لقطه فيها عماد متعب الراجل نزل لعب 8 دقائق ايد شاط كوره على المرمى، وفي لعبه للنادي الاهلي عماد متعب راح له وحط ايديه ورا ظهره وكلمه واحتجاج موضوعي وبكل احترام، فبعدها كوره مش فاول النادي الاهلي اتدهن حسبها للنادي الاهلي، يبقى الكلام بيجيب نتيجه زي ما انا بقول ولا لا؟ حس ضغطه، فمش هيقدر غير هو يدي قرار فيه التزام وفيه انضباط، يا اما هيبقى قلقان من القرار اللي بعد كده. انت بتحطه تحت ضغط زي ما هو بيقفل لك وبيحرجم المباراه بلغه كره القدم. لعبه ثانيه عن استحياء في الشوط الثاني، في اخر الشوط الثاني عبد الله السعيد فاول ليه على الكوس، عبد الله جري عليه حط ايديه ورا ظهره، برده اللعبه اللي بعدها الحكم رجع هي دي، لكن ده اللي انا بتكلم فيه. ما ينفعش ابقى طيب بالشكل ده، انا بلعب في النادي الاهلي نادي كبير وليه جماهيريه كبيره، يبقى الجماهير هي اللي بتلعب دورك جوه الملعب، ما ينفعش، لازم اضغط وما بقاش طيب ولازم اتكلم. يعني في كذا لعبه في وسط الملعب وفي الدفاع محتاجين الكلام، مجرد ما تنادي زميلك تعالى خلي بالك اقفل هنا تعالى خلي بالك، خلاص انت ممكن تبقى هجمه واعده وخطره عليك، مجرد ان انت اتكلمت مع زميلك قفلت المباراه.